يسعد صباحك نور، صباح الخير. يسعد صباحك، صباح جميع مشاهدي الأخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. عم نطلع عليكم يوميا برحلة صباحية في محطات عديدة من دمشق وأكيد للمحافظات السورية حصة برحلتنا، لكن مع بداية كل رحلة وبداية كل نهار نتمنى هالنهار يحملكم الخير والبركة والرزق الكثير وراحة البال يا رب، ويا رب هيك يبعث لكم ايام حلوه دائما. يمكن رغم كل الضغوطات والظروف القاسيه اللي عم نمر فيها من غلاء معيشي لضغوطات يمكن ماديه اقتصاديه، عم نحاول يمكن نلاقي لنا فسحه امل صغيره انه بكره يا رب يكون احلى لنا ولاولادنا يا رب. اكيد نوري، ساعة صباحك عن جديد، صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا، نهار جديد ان شاء الله يا رب. هالنهار بيحملكم كثير من الرزق والتوفيق بكل المجالات. اكيد عم بنمر هاليومين بمنخفض جوي، طبعا رح يستمر كمان يومين، ولكن الميزه بهذا المنخفض هي سرعه الدرجات، طبعا الرياح اللي بتكون بارزه اكثر من غير ايام، لهيك بدنا ندير بالنا حالنا. في ناس كثير نزلت الصيفي وبلشت تلبس صيفي عشان ما نمرض ويصير في اكيد معنا محطات عديده رح تكون ضمن محطاتنا الصباحيه، ورح نفرد مواضيعنا مع ضيوفنا الاختصاصيين، ولكن مثل العادة بس لنروح لفاصل صغير ونبلش. ومن هالوادي يا طير احملنا احملنا واطرح ما مر الحبايب ميلنا، من هالوادي يا طير احملنا احملنا واطرح ما مر الحبايب ميلنا، ودينا الوادي القلب جاي وخلينا نتبع درب الحبايب، وعلينا راس الشرد الشيب وبالشيب زايد هيبي يا جبلنا، ودينا الوادي القلب جاي وخلينا نتبع درب الحبايب، روح لديرتهم قول لجيرتهم احنا لولا سيرتهم ما هللنا، من هالوادي يا طير احملنا احملنا مطرح ما مر الحبايب ميلنا، ومن هالوادي يا طير احملنا احملنا مطرح ما مر الحبايب ميلنا، ودينا الوادي القلب جايب وخلينا نتبع درب الحبايب، وعلينا راس الشرد الشايب وبالشايب زايد هيبي يا جبلنا، ودينا الوادي القلب جايب سلمى. يمكن كلياتنا بنحاول رغم كل الظروف القاسية والضغوطات اليومية بظل الغلاء المعيشي والاقتصادي نبدأ يومنا شوي بشوية تفاؤل، بنحاول نزرع أمل بسيط إنه هاليوم رح يكون بيحملنا الخير والطاقة الإيجابية. صحيح نور، ودائما بنفكر بأساليب وطرق حتى نقدر نعمل هذا الشيء. أكيد في عدة أساليب وطرق، يمكن خطوات بسيطة يومية فينا نبلش فينا نهارنا لنعطي لحالنا شوية طاقة إيجابية. كل هالتفاصيل خلونا نتابعها بالتقرير التالي لزميلنا عمر أيوب. ما أجمل أن تستيقظ في الصباح وأنت في كامل الحيوية وفي منتهى السعادة لتبدأ يومك الجديد بشغف وحماس، وذلك باتباع خطوات بسيطة لكنها كفيلة بإنعاش صباحك. التفكير الإيجابي، فعندما تستيقظ من النوم
لا تردد يا له من يوم مجهد جديد، بل ابدأه بتخصيص وقت للتفكير بكل الجوانب الجيدة في حياتك، الصحة، العائلة، حيث أثبتت آخر الدراسات أنك إذا بدأت يومك بفكرة إيجابية سيكون لديك فرصة رائعة لأن تكمله على نفس المنوال. الكلمة الطيبة، فتعد المودة والكلمة الطيبة بمثابة الخطوة الأولى لتكوين يوم دافئ مليء بالتفاؤل والنجاح، مثل البدء بتبادل العبارات الجميلة مع الأهل وحتى الشريك. اليوغا التي تعد من أساليب الاسترخاء الرائعة لبداية يوم جديد، حيث تعمل على جانبي العقل والجسد فيصبح الجسد بصحة أفضل، وتؤدي إلى تحقيق التوازن العقلي الداخلي وصفاء الذهن. الرياضة، فممارسة الرياضة تحفز الجسم على إفراز هرمون الإندروفين الذي ينشط المخ، كما أنها قد تكون علاج فعال للاكتئاب والمزاج السيء. أخيراً، الابتسامة، ابدأ يومك بابتسامة حتى وإن كانت مصطنعة، فستجعلك أقوى في مواجهة صعوبات اليوم، كما أنها قد تكون عدوى، فبمجرد أن يبتسم أحدهم سينعكس ذلك إيجاباً على الآخرين من حوله وقد يشعرون بمزاج أفضل. هلا نور رح نبلش بأولى محطاتنا، ودائما بنقول أي مشكلة أو كارثة إنسانية بيمر فيها الناس بتترك أثر كتير كبير بشكل عام عند الناس كلها من دون فرق بين صغير وبين كبير، إلا أنه هذا الأثر بيستمر مو مجرد يوم أو يومين أو ثلاثة، ممكن يأثر على أفكارهم لقدام، ممكن يأثر على سلوكياتهم، على طريقة تصرفهم، ويمكن بنلمح هذا الشيء أكثر عند الأطفال وردود فعلهم بالفترة الأولى. أكيد سلمى، كتير مهم اليوم نتابع الاضطراب أو القلق كيف ممكن يتحول لاضطراب عند الأطفال. يمكن هي بعض المكتسبات بياخدوها الأطفال من الأهل من المحيط، وهي حالة طبيعية، لكن مع استمرار هي الحالة ممكن تؤدي لاضطراب، لازم نوقف عنده شوي، نستشير حدا اختصاصي. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الاختصاصية التربية الخاصة للطفل ريم سعد. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، يسعد كل أوقاتكم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، صباح الورد. خلينا نبلش بحضرتك، القلق هو حالة ممكن تمر بكتير ناس بكتير ظروف، ولكن لما بيكون في هم مشترك مثل ما بيقولوا، مثل الكارثة أو المأساة اللي مرينا فيها، فبصير هذا الشعور موجود ومتبادل بنلمحه عند كل الناس، وبالتالي بينتقل من الأب والأم للأطفال، من المحيط للأشخاص. حتى لو أنت كنت عم تحاولي تبعدي تلاقي نفسك وسط هذا القلق بحالة لا إرادية. كيف ممكن ننتبه أنه حالة القلق الطبيعية أصبحت غير طبيعية خصوصا عند الأطفال؟ أول شيء نقول طبعا الحمد لله على سلامة أهلنا اللي كانوا بالمشكلة اللي صارت من فترة، والله يرحم اللي سبقونا ويصبر الوقت. يعني هلأ غالبا يعني كتر كتير حديث عن القلق أو عن هالمشاكل اللي هي بنسميها نحن مع بعض الصدمة بالفترة الأخيرة. إذا نحن كنا بدنا نقول القلق صار ما هو طبيعي أو ما هو بأول فترة بيكون طبيعي، لأنه بيكون حدث جديد، أي حدث صادم، وفاة، كارثة طبيعية، حريق، أي شيء بيضغط، صدمة، بيسبب صدمة. طبعا بدها تكون الصدمة إلى معايير يعني كبيرة ضخمة، مو إنه شيء بسيط. صحيح. إلى مثل ما بيقولوا إلى يعني حدودها، بتاخد مساحتها، بعدين شوي شوي بتتقلص وبتتلاشى. صحيح. مع الحياة، مع الروتين اليومي، مصفى الأثر كتير بسيط لا يذكر. أما إذا نحن بدنا نقول إنه هذا الشيء صار سابق بشخصية إن كان الكبير أو الصغير، بدنا نعتمد على معيار زمني. يعني نحن بالمعايير النفسية كانوا يقولوا أول شيء أقل شيء ممكن يكون 6 أشهر، وهلأ لا، ممكن يكون 3 أشهر لأعراض محددة بتعطينا أنه صار المعيار هو معيار مرضي، مع بعد المحكات أو المفاصل يلي بترافق هذا الشيء. منا مثلا أنه
مشاكل النوم، نحن عندنا نوم كثير او نوم قليل، شيء بنسميه الهياج النفسي، يعني هو ممكن عند اي استثاره يعصب كثير، تكون ردة الفعل عنيفة ما بتناسب مع الموقف اللي حاصل معه، مشكلات بالطعام، ممكن يكون في شراهة، ممكن يكون في عدم الرغبة بالطعام، يعني الشيء القليل كتير، عدم الاعتناء بالأمور الشخصية، عدم محبة انه مثلا يكون في شيء ترفيهي، في شيء انه يطلع ينبسط يكون معانا، فبيكون كمان من النواحي الاجتماعيه هو بعيد. فهي معايير اساسيه نحن حتى نقول انه هذا الشيء صار اضطراب راح يكون مع الفرد. طيب خلينا نحكي عن بعض النقاط يعني نذكرها خصوصا عند الاهل، يعني نحن لازم نعرف نتعامل مع هذا الاضطراب اجباري، يعني اي طفل تعرض لصدمة راح يكون في عنده قلق وتوتر. تمام. طريقة التعامل، يعني نحن عم نحكي عن استمرارية، أحيانا في أخطاء شائعة بيقوموا فيها الأهل خصوصا تعبير الطفل، يعني اليوم بنشوف مثلا أنه لا تعصب لا تبكي مثلا، بيحاولوا يضبطوه أكثر مع أنه هيدا شيء مش منيح للطفل، خليه يعبر عن الحالة اللي هو فيها لتقدري تفرغي بالأخير الشيء الموجود، لأنه الطفل ما بيقدر يعبر مثل الكبار أو يستوعب الحادثة كيف صارت. خلينا نحكي نركز على هاي النقط الأساسية، يعني نحن عم نحكي 3 شهور وما فوق، هون إذا استمرت بيكون في حالة اضطراب، بس خلال هال3 شهور أنا كيف فيني أتعامل مع هذا الطفل؟ لأنه للأسف يعني ما فينا نلوم الناس، لأنه كلها تعرضت لصدمة كتير كبيرة، واللي كان بي الصدمة يعني يختلف طبعاً. تماما عن نحن اللي طبعاً. كنا أبعاد، فبتلاقي أحيانا كمان هي تصرفات الأهل بتأثر، ما عم يقدروا يضبطوا حالهم بشكل كتير منيح، هنن خايفين وقلقين، فكمان بتزيد الحالة سوء. طبعا يعني اذا ما نحكي تعرضت يعني فتره الانسان لانه يستمتع بالحياه وانه يعيش وانه يكون عنده ماوى، فهذا تلاشى بكثير اماكن، اللي هو حدود الامان. صحيح. القلق هو تلاشى حدود الامان، يعني انا ماني ببيئه امنه، ماني باسره امنه، ماني بمجتمع امن، اللي هو بمختلف الشروط والمعايير. انا كاهل طبعا الاهل هن عندهم صار القلق وعندهم صار الهلع. صح. احنا هلا كثير بنسمع اشخاص لهلا ممكن ضل بالسياره 7-8 ساعات. صح. او ما عم يقدروا يرجعوا على البيوت هلا، لسه الامور شوي مثل ما بنقول لساعتها بالشهر الاول، نحن لسه لقدام حيكون في عنا مخرجات اقوى، لانه في اضطرابات ما بعد الصدمه اللي صحيح. هي اساسي فيها هو القلق، رح تظهر بعد هاي الفتره. اول شيء الشخص بيكون كثير متماسك، كثير عارفان شو يتصرف، كثير عم يلاحق الامور، بعدين فجاه بيلاقي كثير اعراض ظهرت، اللي هي بصير عنده شيء اسمه نوبات هلع، يعني فجاه بصير خوف شديد غير معروف المنشا، عم يحس حاله ممكن البيت عم يهتز، ممكن انه بده يموت، ممكن بده يصير شيء، فبيعيش هذا القلق وبيعيش هذا الخوف وبيتوتر وبيوتر اللي حواليه. صحيح. هذا الشيء بنشوفه عند الاطفال، بس بشيء ثاني بنشوف مثلا اوجاع جسميه، انه في انه عم يوجعني راسي، عم يوجعني بطني. هلا احنا كاهل انا بدي صدق هذا الشيء، هو حاسه، هو ما انه موجود بس هو حاسه، آليته النفسيه دماغه عم يعطي هذا الامر، فهو حاسس فيه ولو عضويا ما انه موجود لاي سبب من الاسباب. ببساطة أنا ممكن أعمل حيلة على الطفل إنه ما في مشكلة، حق معك، بطنك عم وجعك، راسك عم وجعك، حناخد دواء. أنا أحياناً مع الطفل ممكن أتصرف، حط نقطة مسكن بمعلقة إنه الدواء تبعه أو بالسيرنج اللي بنعطيه نحن فيه الدواء، وهلأ بس تاخذ هذا الدواء أنت كتير رح ترتاح وكتير رح يروح الوجع ورح تكون الأمور بخير. فبعطيه هذا الشيء وبعد شوي بقول له كيف؟ لا مبين تمام، امورك بخير، وشك صار منيح، وبنعمل القصه الفلانيه، وبنعمل النشاط الفلاني. استوعب هذا الخوف. انا كاهل احيانا بكون من ضغطي انه خلص بقى ما ليه عم ما في شيء، فانا بزيد انه مو بس متضايق وموجوع وما حدا سائل فيه. انا زادت عندي الهوة بعدم الشعور بالامن، انه انا ما في مين يسال عني، انا موجوع متضايق عن جد، كوابيس النوم، انه ممكن اهل يا بيعطوها بيسلطوا الضوء عليه بشكل كتير كبير فبزيدوا القلق عند الطفل وبزيدوا الخوف، او بيتجاهلوها بطريقه او بيتجاهلوها بالحالتين. صحيح. نحن ما عرفنا نوازي الامور. ما بنلوم الاهل، يعني هي بالنهايه هي ثقافه علميه، يعني ثقافه انا لازم اطلع عليها واشوف مؤشرات ما انا صح. غالبا الاهل ما بتعترف بقلق الاطفال او حتى اكتئاب الاطفال، انه ولد حيعرف هلا انه يقلق ولا يكتئب. مستحيل تقدر تقنع ام
بأول فترات إنه أي ممكن الولد يكون عنده مشكلة قلق، وممكن يكون عنده اكتئاب، ممكن يكون بحاجة طبيب. وأنا دائما بنصح بعد 3 أشهر إذا أجت الأم، طبعا هنا بيجوا أحيانا بعد سنين في مثل قلق الانفصال، وهذا بيجي بعد سنين، يعني وقت بدك تحطي ولد بالمدرسة أو بدك تتركيه عند حدا مثلا مضطر أو شيء، فبتبلش الأعراض تظهر. بس بهيك بالقصص الصادمة وثلاث أشهر ولاد أنا نازل وزنه، ما عم بينام منيح، مهموم، ما عم يستمتع بالنشاط، أنا بحاجة طبعا لزيارة طبيب. ليش الطبيب؟ بهي الفترة نحن صار في عنا وقت أقول الاضطراب، معناتها في مشكلة بالدماغ، في مشكلة كيميائية بالنواقل العصبية، لازم تتعالج دوائيا. لأنه قد ما عملنا جلسات تفريغ وقد ما عملنا قصص بتعديل السلوك ولا بالعلاج المعرفي، طول ما الدماغ ما أنا مستقر، أنا ما قمت أو ما زبطت الكيميائية تبعه، فأنا ما خلصته، أنا عم بعطيه مثل ما قد بعطيه للزئة لجرح كبير. هذا بده تقطيب بعدين بلزقه، فأنا بس عم حط للزئة، عم غطي الحفرة مو أكتر. بس بأي مفصل أو خضة أو تعرض لضغط مشابه أو صادم، ردينا وقعنا، نحن ما استفدنا شيء. فدائما الأفضل العلاج الطبي، بعدين مدخل نحن بالعلاج السلوكي بالعلاج المعرفي حسب حالة الطفل. طيب في كتير كمان يعني خليني أقول آراء أخرى بتقول أنه أنا ما لازم يعني زيد هذا الشيء مع الطفل، أو خليه يتخيل أنه هو فعلا كتير تعبان أو كذا، لا لازم خليه يعبر بشكل واضح وصريح شو اللي عم بيفكر فيه، وتقبل تعبيره كيف ما كان الأسلوب اللي عم يحكي فيه، بالعكس يعني ناقشه وحاول وصل له الأفكار شوي شوي، بعيدا عن أنه أنا حاول نسيه اللي صار، لا لازم ناقشه لحتى شوف شو وجهة نظره من هذا الموضوع وتقبله. هل أنت مع هذا الرأي أو لا؟ تماما، لأنه الولد رح يضل يسأل، وفي قاعدة مهمة أن الولد رح يضل يسأل طول ما هو المفهوم بدماغه نايس. فمشان هيك نحن بكتير حالات مثل الموت، إنه ما نهرب من الأسئلة أو نجاوب شيء أبدا كذب. نهائيا لازم نسكر التساؤل تبع الطفل بقلب دماغه بقلب راسه، إنه 1 2 3 نختمه خلص، لحتى ما يضل يسأل فيه. وقت شوفنا نحن صادين لهذا الشيء أو عم نلطفه، فما بقى يسألنا، رح يا ممكن يدور على شيء تاني، معارف تاني، أو رح يسكت، فحتزداد يعني حيصير شيء داخلي، حديثه صار يصير شيء داخلي هذا، فهذا نحن كمان زدنا الهوى. هل هذا ممكن قلة معرفة مننا نحن، يعني انه لا نحن هيك نسيت وانا الموضوع، لا ما بدي خبره هلا، لانه اذا خبرته فلا بده يتضايق، بده يصدم، معقول بهالعمر هيك مثلا قل له انه توفى فلان مثلا؟ طب باي عمر؟ يعني نحن عم نحكي مثلا بالعموم عن الاطفال، الاعمار يعني اذا بدنا نركز على الاعمار، خصوصا شفنا يعني السوشيال ميديا كانت مليئه بمقاطع الفيديو باعمار، شفنا اطفال كثير صغار. أنا بأي عمر ممكن أقدر؟ يعني حتى هلأ الأطفال ممكن بالصدفة يشوفوا مثلا منظر الكوارث اللي تعرض، يعني الكارثة الإنسانية اللي تعرضنا لها، الزلزال، البناء كيف مدمر، بأي عمر أنا فيني أشرح له؟ يعني حتى هي الحالة لو ما كان موجود، مجرد أنه يشوفها بتأثر عنده للطفل صدمة. إيمت يعني نحن عم نحكي عن 3 سنين وما فوق ولا 4 سنين، هي نقطة كثير مهمة. يعني اليوم شفت من خلال المجتمع حواليك مثلا في ناس مثلا بتقلك والله لانه هدول الناس مثلا الله زعلان منه هيك عمل، في طريقه تعبير عند الاهل كمان، ما بيصير انا اعطي معلومات خاطئه للطفل. تمام. انا باي عمر ممكن فعليا احكي للطفل هي التفاصيل، خصوصا فقدان شخص عزيز، انا مثلا تدمر بيتي، انا قدرت اطلع من هذا المكان لظروف قاسيه، باي عمر فينا نحكي؟ العمر هلا الطفل بيعطينا مؤشر، وقت يسالنا الطفل سؤال واضح وصريح فانا بدي جاوب جواب واضح وصريح بما يتناسب مع عمره. يعني ما بدي هوي الموضوع، صحيح، ولا بدي اقول مثلا انه بس حاله الموت، يعني مثلا لما له فقدان مثلا، يعني تسال الشخص وين مثلا، وين تيتا، وين جده، وين فلان، فلان هيك هيك صار، ويعني في كتير بعدين هون مخترع قصص، هون فينا نستشير، فينا نقول انه مرض مثلا فات على المشفى، مرض مات، فلقى انه مثلا نزل عنده ملاك قال له انت تعبان كتير، بدك مثلا تطلع معي، بدك ترتاح اكثر، في كثير تفاصيل بنحكيها نحن قصص للاطفال بتكون بطريقه لطيفه بس واقعيه، وارتاح. وكثير مهم اذا ما شاف او ما حضر نحن نزور او ناخذ ورد للمكان اللي بكون متواجد فيه طبعا الشخص، لازم الولد يحاوط راسه بهذا الموضوع، لانه اذا ما تسكر دائما في عنده رح هو انه اللي بيروح ما بينعرف وينه.
أو اللي بيختفي من المساحة تبعي ما بعرف أنا وينه. فهي بحد ذاتها مشكلة عند الولد، خوف. صحيح. مع الوقت بصير خوف لا مبرر. فلا نحن على هوا سؤال الطفل منجاوب. طيب خلينا نحكي كمان اليوم، مثل ما قلتي يعني دائما التعامل مع الأطفال الحلقة الأولى الأساسية هي الأم والأب، وأحيانا في كتير ناس هن نفسهم بيكونوا مصدومين، يعني ما بيعرفوا شلون بدهم يعبروا، أو هن حزنانين، أو هن حتى بيكون مثلا عم بيفكروا إذا مثل ما بالكارثة اللي مرقت علينا فقد الأمان، فعم بيفكروا كيف بدهم يأمنوا لأولادهم أمان آخر، بيت آخر، مأوى آخر، فما بيكون تفصيل إنه إذا هو هلأ مصدوم أو لا ببالهم أصلا. صح. هي الفترة قد ممكن تأخذ وقت، وإمتى بنقول لا هون لازم الأهل بقى يبلشوا يفكروا فعليا بطريقة الحديث يعني؟ أما قبل أكيد ما فينا نلومهم. هلأ إذا بدنا نحكي عن 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 مثلا مثل الكارثة الإنسانية اللي صارت من، صحيح، من فترة، فكان في جهات داعمة كتير. يعني كان في ناس جهات داعمة، كان معهم اختصاصيين بالمجال، كان معهم شباب قادرين يعملوا مساحات صديقة للأطفال، كتير تفاصيل، فهدول عينهم كانت على الأولاد. على الأطفال، كونوا هن مرافقين للمجموعات أو للأهالي، فهن عم يراقبوا هدول الأطفال، وأنا بتوقع التدريب تبعهم بأهلهم يقولوا إنه هذا الطفل صار بحاجة لطبيب. هذا شيء داعم للأهل. أما إذا كان الأهل بعاد عن هذا الموضوع، بس من المرحلة اللي بيخلصوا فيها تجهيز أمورهم، تجهيز قعدتهم، سكنهم، هاي التفاصيل، فهن من الطبيعي رح ينتبهوا على الأطفال، صارت العيلة مع بعضهم بقى رح يتسلط الضوء عليهم. أما قبل إذا ما كان في شخص خارجي عينه معهم على الطفل، فصعب شوي إنه هن يقدركوا، لأنه في أولويات بالحياة. صحيح. يعني أنا هلأ أبدأ إني لاقي له قرنة يقعد فيها آمنة، ولا أخذه عن طبيب عالجه نفسيا؟ صحيح. أصلا ما في هاي، يعني ما حدا بدي أخذه وإرجع لو بدي أرجع التفاصيل أصلا. صحيح. بدي يكون في شيء آمن لهذا الولد، لحتى الطبي والنفسي يساعد مع بعضه مع الأشياء المادية المتوفرة على أرض الواقع. صحيح. طيب خلينا نحكي عن الأخطاء الشائعة اللي ممكن يقوموا فيها الأهل. يعني نحن حكينا عن بعض التفاصيل، بس يمكن من خلال تعاملكم المستمر مع الأطفال وتواصلكم مع الأهل، في بعض الأخطاء الشائعة ممكن هلأ أي حدا عم يشوفنا أو يتابعنا ممكن يستفاد. شو هي أكثر أخطاء الشائعة اللي بيمروا فيها خصوصا في حالات القلق والخوف؟ الأخطاء الشائعة كتير، إنه هي الحماية الزايدة، تعلق الأهل بالولد المبالغ فيه، يعني دائما هو مثلا ممكن يكون بالحضن لساته بينام بسرير الاهل او بالغرفه تبعيتهم، كمان يعني الولد ما عم ينفصل على اهله، فبالتالي وقت يجي لحتى يفوت على مدرسه او على مجتمع جديد عم يكون كثير في صعوبه، عم يكون في صعوبه من الاهل بالانفصال وانزعاج من الام او من الاب، انه الولد متعود، فبتلاقي الام مزعوجه انه ما سال عني ابدا، ما بكي، طب ما بكي، ما سال، تدرب، فصلناه بشكل آمن. الأخطاء الشائعة ممكن تسحبه من الروضات، ممكن تسحبه وما تكفي وتزيد عنده، تعزز عنده هذا السلوك اللي هو الخوف أو قلق الانفصال. صحيح. أو تتركه وتضل دائما مثلا فوق راسه، فهو حس إنه هدول معناته أنا قاعد ببيئة غير آمنة، هدول أشخاص ممكن يأذوني يخوفوني، مشان هيك ماما ما عم تقدر تريحني، هذا بالله شعور عند الأطفال. هي من الأخطاء الكتير شائعة، الحماية الزائدة عند الأهل. طيب ريم، قبل ما نختم حديثنا اليوم، نصيحة الأبرز اللي بتحبي توجهيها لكل يلي عم بيتابعنا عم بيمر بحالة قلق، ونحن قلنا ببداية الحديث هذا القلق مو بس للأطفال، يمكن احنا نحاول الأطفال بحاجة مين يساعدهم، بس أيضا للكبار، يعني تمام. بكل الأعمار اليوم في حالة من الترقب اللي هي عم بتروح شوي نحو الرعب عند البعض. تماما. للأمانة كتير سمعنا حالات كانت شديدة، وكتير صار حتى بالمناطق البعيدة، يعني بدمشق كان في عنا حالات قلق شديدة جدا ومعطلة للحياة. يعني أهم نصيحة أنه نحن نتجرأ ونروح عن طبيب نفسي، هذا شيء أساسي جدا، وما نقول أنه لا مرحلة وبتمر، لأنه التراكمات بتزيد الفجوة وبتطول مدة العلاج. صحيح. ولا منخاف من العلاج الدوائي إذا كان الطبيب طلب هذا الشيء، هي فترة وبتروح. ثاني شيء تمارين الاسترخاء، إذا مثلا الناس ما بدها تروح دغري على الطبيب وهم هي ما فيها شيء، عندنا الشيء الحلول الوسطية، يعني احنا عندنا شيء اسمه تمارين استرخاء، عندنا رياضات، عندنا كثير تفاصيل بتريح بترخي، اذا قدرانين نعملها وارتحنا فهذا شيء كثير منيح، اذا عملناها وما ارتحنا فهذا شيء يستوجب
فعلا العلاج الدوائي. يعني النصيحة الأهم دائما نحن والطبيب الاختصاصي النفسي نكون على خط واحد لناخد أفضل نتيجة. دائما يكون في استشارة يعني، لأنه دائما بيكون في حالة من النكران نوعا ما، تجاهل المشكلة أو لحتى تتفاقم ممكن نستشير. كل ما كانت الأزمة أكثر كل ما كان النكران أكبر. صحيح. أكيد بالختام بدنا نتشكرك على وجودك معنا وعلى كل النصائح اللي حكينا عنها. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا وإن شاء الله الأمان للجميع. يا رب. شكرا لك ريم ولكل النصائح اللي دائما بتعطينا إياهم. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك. أما سلمى بننتقل لموجز لآخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلتي شيرين مصطفى. شرح صباح الخير شيرين. وآخر الأنباء بعد التواصل. شكرا. أهلا بكم. اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين أن بيان وزير الخارجية الأمريكي بتاريخ 6 آذار الجاري أقرب إلى الهلوسة واللامسؤولية منه إلى المنطق والموضوعية، فهو يقلب الحقائق ويتلاعب بالأحداث. وقالت الخارجية في بيان أنه لولا التمويل والدعم والتسليح من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين لما استطاعت قطعان التنظيمات الإرهابية المسلحة ارتكاب المجازر بحق السوريين وتدمير بناهم التحتية والحضارية. وطالبت الخارجية بمحاسبة المسؤولين الأمريكيين الذين سخروا أموالا لا حدود لها لتدمير سوريا وسفك دماء شعبها، مؤكدة أن السلام المستمر والدائم في سوريا لا يمكن تحقيقه من خلال استمرار الاحتلال الأمريكي للأراضي السوريين وإقامة القواعد العسكرية غير المشروعة عليها. استشهد 3 فلسطينيين جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم داخل سيارة في بلدة جبع جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن وحدات خاصة من قوات الاحتلال تسللت إلى البلدة وأطلقت النار على مركبة بداخلها 3 شبان ما أدى إلى استشهادهم. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت القناصة على أسطح المنازل. دانت وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية التي أدلت بها في بغداد، مؤكدة أنها استمرار لنهج الحكومة الألمانية في دعم الإرهابيين. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنه كان من المتوقع أن تعتذر وزيرة الخارجية الألمانية أولا وقبل كل شيء عن السلوك السابق لحكومة هذا البلد تجاه الشعبين الإيراني والعراقي، بدلا من الإدلاء بمزاعم لا أساس لها ضد الجمهورية الإيرانية. وفي خبرنا الأخير، علق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على التقارير التي نشرتها وسائل إعلام غربية بشأن التفجيرات التي استهدفت خط أنابيب السيل الشمالي لنقل الغاز الروسي. وقال المتحدث باسم الكرملين إن المنشورات حول الهجوم الذي تعرضت له أنابيب السيل الشمالي هو مجرد شائعات تم بثها بطريقة مقصودة، ومن الواضح أن الجهة التي نفذت الهجوم تريد من خلالها تحويل الانتباه لمصلحة الفاعل الحقيقي. وأوضح بيسكوف أنه لا يمكن أن نفهم كيف يمكن للمسؤولين الأمريكيين الذين أشارت إليهم وسائل الإعلام في تقاريرها أن يقدموا فرضيات حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف خط أنابيب السيل الشمالي دون إجراء تحقيق. ختام الموجز، والآن عودة إليك نور. شكرا لك شيرين. أما هلأ مشاهدينا نرجع بنتابع محطات رحلتنا الصباحية لليوم. صحيح نور، رح نحكي عن مبادرة من المبادرات. بنعرف أنه خلال طبعا الفترة الماضية كل الشباب يعني حاول يقدم اللي بيقدر عليه، وتحديدا باللاذقية رح نحكي أكثر طبعا ضمن إطار الدعم النفسي والمعنوي واللي شكل هدف ومسار عمل المبادرة اللي رح نتعرف عليها واللي كانت موجودة على أرض الواقع من خلال مراكز لاحتضان أهالينا بالمحافظات اللي ضررت جراء طبعا كارثة الزلزال. أكيد عم نحكي عن مبادرة شباب المحبة اللي أسسها الشاب حيدر يونس. هي بتقوم على العديد من الأنظمة
الأنشطة والبرامج والدعم النفسي للأطفال. نحن اليوم عم نحكي على الجانب النفسي كتير مهم، لأنه فعليا مروا بصدمة كتير كبيرة، وخصوصا الموجودين بمراكز الإيواء، لأنه هم خسروا أماكن سكنهم. اليوم مهم كتير نتوجه للأطفال وندعمهم نفسيا. نحكي عن هي المبادرة والأنشطة من خلال دعمهم النفسي والمعنوي. معنا عبر الهاتف حيدر يونس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم، صباح الأمل بيتجدد دائما عبر العمل. يعني الأمل دائما يتجدد لما كل شخص فينا بيستمر بعمله رغم كل ما يحدث يعني بالمحيط. صباح الخير لك حيدر ويعطيكم العافية. يعني خلينا نقول من مرحلة الإغاثة اللي رافقت اللحظات الأولى كانت من الكارثة، انتقلتوا بعدها فورا لمرحلة الدعم النفسي بعد تواجد الناس ضمن مراكز الإيواء. خلينا نتعرف على تفاصيل عملكم خلال هاي المراحل لو سمحت. نحن بداية أزمة الزلزال أو هاي الكارثة اللي عن جد يعني كتير أثرت فينا، مباشرة سارعنا كفرق تطوعية وكشباب المحبة عبر الجانب الطوارئ والإغاثة، أنه نكون موجودين إلى جانب أهالينا بالوجبات الغذائية السريعة، بالمياه، بالتواجد، حتى يعني لحتى مثل ما بيقولوا تكوني جانبهم نفسياً. بعد أول يوم وثاني يوم من الوجبات الغذائية اتجهنا نحو السلل الغذائية اللي بتدوم وقت أطول، لأنه صاروا هدول الأهالي عم يقعدوا فترة طويلة ورح يقعدوا فترة، وبالتالي هني بحاجة للغذائيات اللي بيكون استخدامها أوسع من وجبة غذائية سريعة. باليوم الرابع والخامس مباشرة اتجهنا نحو الشق اللي نحن كتير منهتم فيه اللي هو شق الأطفال، عبر الدعم النفسي بالنشاطات الترفيهية التربوية الهادفة لإيهم، واتجهنا نحو مراكز الإيواء. بالبداية خفت كتير من الفكرة، لأنه كانت أنه الدعم النفسي للأطفال بيتضمن أغاني توعوية وعلاج بالموسيقى وهيك، فأنا كمؤسس للمبادرة خفت جدا من ردة الفعل أنه زلزال ونحن عم نساوي أنشطة موسيقية، لكن رد الفعل من الأطفال والعلاج اللي أثمر بطريقة كتير إيجابية أثبت أنه مو العلاج فقط دواء، العلاج محبة، العلاج يعني مختلف كتير. طيب خلينا نحكي، يمكن أشرت لنقطة كثير مهمة، هي اليوم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال خصوصا الموجودين بمراكز الإيواء اللي هن خسروا أماكن سكنهم وهن دائرة الأمان الأساسية لإلهم. خلينا نحكي عن هي النشاطات الترفيهية للدعم النفسي والمعنوي. اليوم نعرف نحن قديش مهم خلي الطفل يعبر عن الحالة اللي تعرض إلى من خلال هي البرامج. خلينا نحكي عنها شوي، كيف عم تشتغلوا عليها وعم تقدموها للأطفال؟ هلا اول شيء هذا الشيء بيشرف عليه مجموعه من المختصين، ونحن تعاوننا مع المسرح المدرسي بهذا الموضوع باللاذقيه التابع لمديريه التربيه. حاولنا نعرف انه عن الحالات النفسيه للاطفال من خلال الرسم، كل طفل عبر الرسم شو بيعبر عن جواته. حقيقه يعني كل الرسومات وكل النشاطات أكدت وأخذتنا إلى جانب أنه كل الأطفال عندهم حالة من الذعر والخوف والرعب من هذا الزلزال، يعني هذا حتما شيء ما فينا نخبيه. لذلك اتجهنا نحو الدعم النفسي المباشر عبر الألعاب الكوميدية، الأنشطة التربوية الهادفة، الموسيقى الهادفة، يعني حاولنا عبر الرياضة كمان، يعني حاولنا فورا ناخذه من اتجاه العلاج، لأنه مبين أنه كل الحالات تعاني من ذعر وخوف ورعب من الزلزال اللي صار. حتى في أطفال حاولوا يرسموا على الورقة صوت الزلزال عبر هيك شيء بيشبه النبض، وبالتالي مبين أنه عندهم حالات خوف شديدة من إجراء هي النكبة حقيقة. نعم حيدر، كمان يعني من خلال مبادرة شباب المحبة كان لكم دور بتقديم هيك نوع من أنواع النشاطات أو المسابقات لدعم المواهب عند الأطفال لحتى تشجعوهم أكثر ودخلوهم ضمن هاي النشاطات ليطلعوا شوي من الشيء اللي مروا فيه. خلينا نحكي شوي عن هالمبادرة. حقيقة أنا كعملي الشخصي غير العمل الإعلامي، أنا أعمل على مشروع الأغاني التربوية الهادفة للأطفال بوزارة التربية، وبالتالي كثير بهتم بمواهب الأطفال وبحاول دائما التمس من هالأطفال مواهب وضوي عليها من خلال أعمالي الغنائية المصورة. فكان هذا الشيء كمان خلال مراكز الإيواء، يعني التقيت عدد كبير من الأطفال، شفت مواهبهم، شو كل شخص عنده، وحاولت أشركهم معي بأغنية عن الزلزال.
كرمال نفس الطفل اللي خايف من الزلزال يغني ويوثق هاي الحالة بصوته وبموهبته. طيب خلينا نحكي شو مكملين، يعني في خطة للعمل والنشاطات اللي عم تقوموا فيها ضمن مراكز الإيواء، ولا حابين تتوسعوا؟ أكيد بعد شهر من الكارثة الإنسانية يمكن صار في عندكم جدول أكبر لنشاطاتكم. تمام، حقيقة ما بخفي عنك أنه أنا هلأ حاليا توجهت بعد الشغل الطويل مع مراكز الإيواء إلى التوقف لفترة بسيطة، ريثما يعني نشوف شيء من الحكومة رسمي نعرف كيف من خلاله نقدر نتعامل مع هدول الحالات، كيف ممكن نوصل للحالات الأكثر حاجة، كيف ممكن نعرف يعني شو نساوي وين نساوي. لذلك نحن ناطرين الشيء الرسمي اللي يحدد لنا البوصلة لنتجه. نعم، يعني بالختام نشكرك حيدر يونس، كنت معنا من اللادية عبر الهاتف. أكيد طبعا بدنا نوجه تحيتنا لكل أهلينا باللادية ولكل المحافظات المنكوبة وغيرها، ويعطيكم العافية. شكرا كثير إليك، وشكرا للأعداد الجميل، وشكرا لاستضافتنا، وإن شاء الله دائما بنجتمع على الفرح وليس على النكبات والزلازل. نتمنى يا رب. إن شاء الله يا رب. يعطيكم ألف عافية، ومشكور أكيد. تحية لكل الشباب اللي عم يقوموا معكم بهي النشاطات، وأكيد تحية لكل الشباب السوري اليوم. سلمى، في مبادرات جميلة كثير عم تكون على الأرض وعم تقدم المساعدة لكل الناس اليوم. صحيح نور. أما هلا خلينا نروح سوا لمحافظة الحسكة تحديد، وأقامت مديرية ثقافة الحسكة مهرجان طبعا السنوي لمعرض الرابع للخط العربي بمناسبة يوم اللغة العربية. تفاصيل أوفى بتقرير مراسلنا أحمد الحمدوش. بمشاركة 35 خطاطا من مختلف الفئات العمرية، أقامت مديرية ثقافة الحسكة وفرع اتحاد الكتاب العرب المحافظة وجمعية صفصاف الخابور الثقافية المعرض السنوي الرابع للخط العربي بمناسبة يوم اللغة العربية، وذلك في قاعة المعارض في المركز الثقافي بالمدينة. اليوم مشاركة الخطاطين من جميع أبناء محافظة الحسكة، 35 فنان مشارك في هذا المعرض، رسالة محبة. هذا المعرض يشكل إضافة جديدة، ونتطلع دائما إلى تكريسه، لأن الخط هو أحد مقومات اللغة، وهو أيضا نشاط يقام بمناسبة يوم اللغة العربية، وهو أحد مقومات اللغة، وهو الحامل للفكر والكتابة والإبداع. ميزة الخط العربي أنه يجمع بين الجمال وبين التقانة، وقد أعطى للعالم تراثا نعتز به على مدى الأيام. المعرض ضم نحو 45 لوحة لأعمال فنية للخط العربي بمختلف مدارسه، كالخط النسخي والديواني والكوفي والثلث والعثماني والحديث، إضافة للمزيج بين الخط العربي والفن التشكيلي. تنوعت الأعمال بين مختلف أنواع الخط العربي، وجدنا خط الثلث وخط النسخ والرقعة، ويعني مجمل الخطوط التقت اليوم في هذا المعرض الجميل. معرض يدل على شيء، إنما يدل على القفزة الحضارية لهذا البلد وعلى أهل هذا البلد، وكذلك هذا الاهتمام البالغ من جمعية صفصاف الخابور، جزاه الله خيرا، وجزا القائمين على هذه الجمعية الطيبة الثقافية. تنتهز كل فرصة من أجل أن تبث الوعي الحضاري الثقافي لهذه المحافظة. أتعرف على العالم وأتبادل الخبرات ونستفاد من أشياء، وبركي بالمستقبل نطور حالنا أكثر. بالمعرض لوحتين بالخط الحديث والديوان، بالخط الحديث والرقعة. كما شهد المعرض مشاركة مميزة للأطفال والشباب إلى جانب القامات الفنية المشهورة في فن الخط على مستوى المحافظة. أحمد الحمدوش، الإخبارية السورية، الحسكة. أما هلأ سلمى بننتقل لمساحتنا الطبية لليوم، لأمر شائع بشكل كتير كبير، يمكن كنا عم نحكي عنه كمان تحت الهواء اليوم الصبح. اليوم الصبح عم نحكي يمكن عن بقع لونية بتظهر على الجلد مثل الوحمة أو الشامة، منا بيكون من الولادة ومنا ممكن يكون مكتسب مع مرور الوقت. هي بتعتبر حميدة، بس ببعض الحالات النادرة ممكن هي تعطي مؤشر بسيط لأنه ممكن يكون في
حالة من سرطان الجلد. صحيح نور، لهيك دائما بنقول مثل ما الأشخاص بينتبهوا على أي شيء بجسمهم إذا بيصير في أي تغيير، كمان الجلد أو البشرة هي جزء مهم ومؤشر. صحيح. وبتعطي أحيانا إشارات لازم نحن نسمعها ولازم نعرف شو هي ونبحث وراها، ما نقول خلاص عادي ممكن شامة ممكن نمش أحيانا بنقول وغيرها، خصوصا أنه بهي الأيام كمان كتر استخدام بعض الأشخاص لليزر والسلاليوم وغيرها من الأشياء اللي هي ممكن تأثر فعليا على الجلد بشكل ضار إذا ما استخدمت بالطريقة الصحيحة. صحيح. عن هذا الموضوع رح نتفصل أكثر ونعرف الأجوبة من ضيفنا المختص طبعا الدكتور عبد القادر حسن وهو مدير مركز الأمل التخصصي لعلاج الأورام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد صباحكم. أهلين صباحي، الله يعطيكم العافية. صباح الخير. خلينا بالبداية، نحن لما نقول سرطان الجلد بنعرف إنه هي حالات نادرة، يعني منه منتشر بشكل كتير كبير، وسابقا أهلينا كانوا يقولوا اللي عنده شامات وحسنات كتير هذا شخص محظوظ يعني. فمع التطور الوقت بتحس إنه لا، في بعض النقاط لازم فعليا نوقف عنده، مثل الوحمات أو فينا نقول البقع اللونية، يعني في الشامة الوحمة أحيانا، في بقع بتقول لك هي مثلا بعض التصبغات الموجودة على الجلد، إما بنقول إنه لا هيدا الموضوع لازم نوقف عنده شوي. 100% بداية طبعا يعني نحن لازم نطمن قبل ما نخوف، إنه ما أنا كل شامة أو كل بقعة تظهر جديدا أو كل تصبغ هي دليل على وجود سرطان، ولكن بالحقيقة أنه هي ممكن تكون مؤشر نحن لازم ننتبه له. طبعا الشامات أو الحسنية أو الوحمة هي ممكن يكون شيء من الولادة فعلا مثل ما قلت، أو ممكن يكون شيء مكتسب. لا تدعو إلى القلق إلا إذا كانت ذات صفات معينة. هذه الصفات أنه نحن في عنا شامة موجودة فجأة نتغير لونها من اللون البني إلى اللون الأحمر الداكن أو اللون الأزرق أو حتى الأسود الداكن، أو صار في عندي فيها علامات لتصبغات دموية أصبحت حوافها غير منتظمة، مشرشرة الحواف كانت منتظمة بشكل دائري أصبحت بشكل غير متناظر. هذه الصفات يجب الانتباه إلى، ومو معناتها أنه صارت هي متسرطنة بس تستدعي مراجعة الطبيب. التصبغات هي شيء مكتسب، لأنه نحن شعب ممكن كثير نتعرض للشمس وممكن كثير نتعرض لبعض الإجراءات، وخصوصا مثل ما قلت أنه الصبايا هلأ صارت موضة أنه نحن نعمل بعض الإجراءات الجديدة. صحيح. إن كان موضوع مو بس الليزر أو موضوع الهايفا أو موضوع شغلات تانية قد تؤدي إلى تطور جلدي معين. مهم جدا نحن انه هذه الافات ايضا انه ما ناذيه، يعني حتى الشام السليم او الطبيعيه مهم جدا انه ما تنجرح او تنخدش اذا كان تماما، او يصير في عليها مواد كيميائيه او حرقه قد تؤدي الى تطورها بيوم من الايام. اذا مو كل شامي هي سرطان، ومو كل تصبغ جلدي ممكن هو يعطي مؤشر لشيء خبيث. صحيح. لا سمح الله، بس مؤشر انه انا اروح راجع طبيبي واساله عن هذا الموضوع. نعم. هاي اهم شغله. طيب دكتور، في بعض انواع الشامات اللي بنقول هي شامه بارزه، في ناس بيقولوا لك عنده خال يعني حلو. نعم. وما تشيله، في ناس بتقول لك لا هي الشامه البارزه لازم نشيلها فورا، لازم نكويها او نروح لعند طبيب ومفصله احسب وين مكانها وبروزها. فمدى صحه هذا التصرف، وهل كل انواع الشامات البارزه معناته هي سيئه ولازم نشيلها، ولا لا لازم نفحصها بس؟ مثل ما حكيت انه هناك صفات لهذه الشامات يجب الارتكاز الى، اكيد، لانه اذا كانت منتظمه وهي موجوده من الولاده وما تغير حجمها وما تغير لونها فهي سليمه ويمكن المتابعه فيها، الا اذا كانت مضايقه صاحبها. هل يوجد مضاد استطباب لاستئصال اي شامه موجوده في الجسم؟ لا، مو استئصال اي شامه يؤدي الى نكسه او انه والله تولد السرطان. لا، اذا مزعجي صاحبه بنشيلها، اذا ما انا زعجته او بمكان جمالي ممكن نخليها، بس بنخاف انه هذا المكان هل هو مكان معرض بشكل دائم للشمس، هل هذا المكان ممكن انه يكون في عليه تعرض لمواد كيميائيه او مواد مخرشه او جروح دائمه بالايد بالوجه. هاي القصص لازم انتبه لها اكثر من غيرها. فاذا الشامه صحيح هي شيء موجود، بس انا كمان لازم انتبه له انه ما يتعرض لمؤثرات خارجيه قد تؤدي الى تبدله وتغيره مع الايام. شكل الشامه اذا كانت بارزه او متقرنه او مرتفعه عن الجلد او على سويه الجلد لا يدل على ان هي شامه قد تؤدي الى التسرطن في المستقبل. التغير اللي بصير على شكلها هو اللي بيعطيني مؤشر، الشكل الثابت لا يدعو الى القلق ابدا.
طيب دكتور خلينا نحكي عن البقع اللونيه اللي ممكن تظهر طبعا. او تكون وحمه، وفي شيء بالعاميه نحن بنسميه التالوله او التوليه اللي هي بتطلع بفترات معينه او عند بعض الاشخاص طبعا. كمان هي بتعطي يعني اذا بدنا مؤشرات. خلينا نحكي عنها شوي، وايمتى هي البقع اللونيه اللي وحمه واحيانا مش وحمه فجاه بتطلع يعني عند الشخص صحيح. ممكن تكون لها مؤشر ولا لا؟ التصبغات او البقع الوحميه هي عباره عن مشكله وعائيه وعاء بيعطي هذا اللون تحته، عندما يشكل تشوه معين تحت الجلد في طبقة الدمية يؤدي إلى تصبغ على الجلد بهذا اللون، فلذلك نحن بنسميها بهذا الشكل. الثقلول هو إصابة فيروسية مجهولة المنشأ وبتظهر وممكن تكبر، ولكن هي ليست خبيثة صحيح أنه هي انقسام غير طبيعي للخلايا، تعريفها مثل تعريف الخلية السرطانية، ولكن هي ليست خبيثة. وطبعا علاجها بيكون عن طبيب الجلدي، إما بالكي أو ببعض المواد الكريمات اللي بتنعطى عليها أو بالآزوت السائل، كل هدول الشغلات ممكن تتعالج فيها الإصابة الثقلولية ولا تدعو إلى القلق. بس مهم جدا أنه نربط أسبابها أيضا، لأنه قد تكون مرتبطة بموضوع نقص مناعي، إصابة فيروسية، إصابة جهازية. أحيانا قد تكون مؤشر اللي بتشبه التالولة الكتل الجلدية زائدة كمان يكون إلى مؤشر كلا ما العلاقة كمان لا بصراحة ما نزات مؤشر، لأنه قد يكون زيادة ارتكاس الدهون أو الشحوم في هذا المكان فممكن يعطيني هاي الإصابات الدهنية اللي موجودة على الجلد. لا تدعو القلق، تعريف سرطان الجلد واضح، هو انقسام غير طبيعي للخلايا الموجودة كانت بشروية أو صباغية. بشروية مثل البي سي سي والإس سي سي اللي هن القاعدة الخلايا وشائك الخلايا، هدول يمكن السيطرة عليهم لأنه يمكن كشفهم بسهولة فورا، تقرن جلدي بمكان معرض للشمس بروح براجع الدكتور بستأصل يعطيكم العافية خلصنا. أما الميلانوما اللي هي ورم الخلايا الصباغية الميلانينية، هذا الموضوع اللي نحن مننبه عليه لأنه هذا يعتبر من أخطر وأشرس أنواع السرطان الميلانوما، لأنه بيجي بشكل شامي ما بيرتكس للإنسان، فبتكون هي عم تعمل انتقالات وانتشار بقلب الجسم، وهو فكر انه بس عنده شامة صغيرة ظهرت بشكل جديد. كل شامة مريبة او مثيرة للقلق تستدعي مراجعة الطبيب. شو هي صفات هذه الشامة المريبة؟ ظهرت فجأة او كانت موجودة وتغير لونها وكبر حجمها وصار لونها من بني الى اسود او توتي او احمر قاني، هذه الصفات تستدعي مراجعة الطبيب. ظهور عدد كبير من الشامات في مكان واحد بلون أسود فجأة مهم جدا وضروري جدا أنه نفحص حالنا. الميلانوما ما كتير متعلقة بالشمس، ممكن تظهر بأي مكان، ممكن تظهر بين الأصابع، ممكن تظهر في المناطق التناسلية، ممكن تظهر في أماكن ما أنا شايفيننا بالظهر، فدائما الإنسان لازم يضل عم يعمل تشيك أب على نفسه ويتابع التغيرات الموجودة بجسمه. هاي القصة اللي نحنا حابين نركز عليها. طيب دكتور حسن، كمان في أشخاص بيخلقوا ما عنده مثلا نماش بعد فترة من الوقت بيطلع لهم، في ناس بلاقي بكل جسمه، في ناس بأماكن متعددة أو معينة مثل ما بنقول، هل له تأثير؟ هل كمان لازم يراقبوا هنن زخف أو زاد وارتباطه بالشمس وغيره؟ هل ممكن يكونوا هنن أكثر عرضة مثلا للإصابة بسرطان الجلد أو لا؟ الجلد هو عضو مهم في الجسم وهو الأكبر مساحة، فدائما اي عرض يظهر على الجلد يجب الانتباه له، لانه قد يكون عرض لمرض اخر تمام، مثل التصبغات، مثل النمش، مثل ظهور شامات، جفاف الجلد، نزوفات في الجلد، الفرفوريات اللي نحن بنحكي عنها اللي هي البقع الحمراء الصغيره، مو بس النمش، كل هذه الاعراض تستدعي انه انا اقول انه جسمي عم يعطي عرض لشيء معين. النمش طبعا هو مرتبط بطبيعه الجلد، لانه في ناس بصير عندهم في ناس ما بصير عندهم. هل هن اكثر عرضه للتسرطن؟ لا، لا يوجد دليل على انه الاشخاص بصير عندهم نمش اكثر هن اكثر عرضه للتسرطن، هن اكثر عرضه للمشاكل الجلديه. هذا الموضوع اكيد بده يستدعي مراجعه الطبيب لاعطاء بعض العلاجات اللي بتخفف هاي التصبغات اللي عم تصير. مثل ما قلت لكم هي بتكون عرض لشيء معين، اما مرض جهازي او مشكله جهازيه او نقص في فيتامين معين، القصه كثير بسيطه ممكن كشفها، وعند طبيب الجلديه او طبيب الداخلي ممكن اعطاء الدواء المناسب. احيانا بنقول انه الانتباه الى ظهور افات مشابهه للنمش بفكره انه السيدي او السيد انه هي نمش، ولكن قد تكون هي تبدلات صباغيه ميلانينيه تستدعي مراجعه الطبيب، قد تكون دليل على وجود كانسر مثل ما حكينا اللي هو الميلانوما. أنا اللي بهمني من هذا الحديث أنه أي تبدلات في الجسم تطرأ واضحة نراجع فيها طبيبنا، لأنه هو الأقدر على تقييم هذه الآفة أو هذه الشامة أو هذا التصبغ وتطميننا. مثل ما حكينا في بداية الحلقة، مو كل شامة هي سرطان،
ومو كل تصبغ هو سرطان، ومو كل وحمي بدها تتسرطن. هذا الموضوع موضوع شائع وموجود عند معظم الاشخاص. نحن ما جايين نخوف، جايين نطمن، بس بنفس الوقت تابعوا هالقصص، شوفوا هالتغيرات اللي عم تصير بجسمنا وراجعوا الطبيب بالوقت المناسب. الحمد لله في علاجات، في تطور، في حداثه في التشخيص، كل هاي القصص عم تساعدنا بالتشخيص المبكر والعلاج المبكر. بس للاسف لما نقول كانسر يعني دائما مرتبطه هي الكلمه سرطان بمفهوم يا الموت يا الحياه، يعني يا البقاء، فدائما بيكون في حاله من الخوف عند جميع الاشخاص. خلينا نحكي في حال تم الكشف عن سرطان الجلد، فينا نقول بالمراحل المبكره، يعني تمام. فعليا كان في تغير ببعض إذا قلنا شامة أو أي تغير صبغي لوني على الجلد، وتمت استشارة الطبيب، شو الإجراءات اللي بتقوموا فيها؟ هذا هو الكلام المبكر، قديش بيأثر فعليا على العلاج؟ لأنه بنعرف هو السرطان انتقالي وبينتشر بشكل كتير كبير، وأحيانا بيصير انتكاسات بعد الاستئصال. 100% سرطان الجلد من السرطانات التي يمكن كشفها بشكل مبكر، لأنه فورا ظهرت حبة بشكل مباشر، أو في حبة أو شامة كانت موجودة وتغير لونها وشكلها، استدعت مراجعة الطبيب اكتشفنا. كثير سهل نكتشف هاي الانواع، خصوصا قاعدة الخلايا وشائك الخلايا، لانه هاي كثير بتجي بالاماكن اللي معرضه للشمس، ومعظم الرجال او السيدات اللي بيكون في عندهم هذه الشامه او الحبه معرضه بشكل دائم للشمس، بقول لك تغيرت، صار فيها تقرح، صارت تنزف، راجعت الطبيب، هذا اكتشاف درجه اولى، يتم استئصال هذه الافه مع حواف سليمه وبس، بتطمن انه هذا السرطان انتهيت منه، ولا علاج كيميائي ولا علاج شعاعي ولا عمليه جراحيه واسعه. ممتاز. لانه يكتشف بسرعه. مشكلتي بس مع الميلانوما. الميلانوما مثل ما حكينا انه هو سرطان خبيث سريع الانتشار، بيجي بشكل شامي وبتتبدل شوي شوي ولا يرتكس صاحبها لهذا المنظر، فمما يؤدي الى الانتشار الى العقد، وما لا سمح الله الانتشار الى الاماكن الاخرى مثل الرئتين او الكبد او العظم او حتى الدماغ. طبعا تطور العلم الحمد لله رب العالمين خلاني اطمن اكثر وطمن الناس، حتى لو كان سرطان الجلد انتقالي الان صرنا نشوف حالات شفاء تام. هذه الحالات نتيجه اكتشاف الطفره التي ادت الى تكون هذا السرطان عند هذا الشخص. الميلانوما بيعتمد على طفره اساسيه اسمها البيراف موتيشن، اذا كانت البيراف موتيشن بعطي دواء اسمه زولبراف، النتائج عم تكون شفائيه. بعض الشغلات الثانيه بموضوع المناعه، اذا اكتشفنا العامل المناعي الذي ادى الى تكون هذه المشكله، عم نعطي مضاد لهذا العامل عم يطيب المريض. بشائك الخلايا اذا كان في انتقال الى الناحيه العقديه يفضل استئصال الافه الجلديه والعقد المصابه، نفس الشيء بالميلانوما. هذول القصص بتحدد طبيعه المرحله النسيجيه، شو هي المرحله السريريه الموافقه لها، شو الاجراء اللي بدي اعمله، كان جراحه او اشعه او كيميائي او حتى مناعي. الافق جيده، النتائج عم نشوفها احسن، الاستجابات عم تكون افضل، تطور العلم اكيد عم يساعدنا. اكيد. طيب دكتور، خلينا نقول نصيحه اليوم لبعض الاشخاص اللي هلا نحن مقبلين على فتره الصيف، لكان هاي القصه ومثل ما قلنا في كثير عالم مثلا بتقول انا ما بحب روح على البحر او ما بحب روح على المسبح، بحب اخذ جلسه تكفيني لحتى غير لون جسمي. قد ايه ممكن يكون في اضرار لاستخدام هي الاشعه، وخصوصا بيرجعوا بيتعرضوا بعدها للشمس بشكل طبيعي بالشارع؟ يعني 100% تعرضنا للشمس دائم. نحن ناس بنحب نقعد برا، طبيعتنا بنحب حتى نفتح البرندات وفوت الضوء وخلي الشمس، لكن هذا الشيء جيد، ولكن بساعات معينه وبمراحل معينه. حتى اللي بده يروح على البحر لازم يختار الساعات اللي بده يروح فيها تحت الشمس وتعرض للأشعة فوق البنفسجي، ويستعمل الواقيات الشمسية. كلاتنا معرضين لهذه المشكلة، حتى إذا ما رحنا على البحر أو عملنا جلسات برونزاز أو أي برونزاج أو أي شيء آخر، نحن معرضين بالمشي بالكذا للتعرض لأشعة الشمس، واللي ممكن تحرض بعض الآفات. ولكن مهم جدا أنه أنا إذا في عندي معرفة أنه أنا رح أتعرض لهذه الأشعة بفترات طويلة، استخدم الواقيات الشمسية. موضوع بسيط وإجراء بسيط يقينا من مشاكل كثير بالمستقبل. هذه المشاكل ما بنشوفها هلا على فكره بالشباب او بالرحب، بنشوفها بالاعمار الكبيره، وقت الشخص بصير في عمره فوق الستين وفوق السبعين ممكن انه تظهر هذه المشاكل التراكميه لتعرض للاشعه الشمسيه. فخلينا ندير بالنا على حالنا من هلا، ونستعمل الواقيات اللازمه، ونضل عم نفحص جسمنا بالكامل. خليني أوقف عند هي النقطة ونختم فيها أهمية الكشف بشكل مستمر والاستشارة. يعني بحال فعليا أنا لقيت بقعة لونية غريبة على جسمي أو
فعليا تغيرت لون الشامي او المحمي، قديش مهم استشاره الطبيب من البدايه لاكسب صحتها؟ مهمه جدا. المراقبه هي طبعا ما انا انيه بحيث انه انا ضل عم اراقب هاي التغيرات لفتره معينه، اذا عم اشوف هاي التغيرات بعيني، وانا يعني بنصح دائما انه اذا في عندنا شامات ظهرت او شامات معروفه انه نحتفظ بهذه الشامي بصوره، يعني خلي صوره بشان انا اشوف هاي الصوره مثل دليل بالنسبه لي، وصير اعمل مقارنه بينه وبين الصور الجديده اللي عم تتطور فيها، وحس اذا في تبدل ولا لا، وفرجيها لطبيبه، لانه احيانا بيجوا المرضى لعنا بيوصفونا انه والله كانت هيك وكانت هيك، في عندك صوره الا بقول لي لا، يعني ما غلط انه نحتفظ بصوره لشامي موجوده بجسمنا او وحمي او تصبغ جلدي معين، مشان اذا صار عليه تغير اقدر انا بدايه يعني احدده، والطبيب اللي قدامي يقدر كمان يحدد التغيرات اللي صارت عليه ويطمني هل هي تبدلات سليمه او تبدلات خطيره. اكيد يعني بختام حديثنا بدنا نشكرك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ونتمنى الصحه والسلامه للجميع. شكرا. امين يا رب العالمين، ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك. اما هلا سمح لي انتقل لمحافظه حما، اقيمت عدد من النشاطات المتنوعه للاطفال بهدف دعمهم معنويا ونفسيا، خصوصا اللي تعرضوا للكارثه الانسانيه الزلزال. خلونا نتابع التفاصيل مع مراسلنا علي شحود. بالتعاون بين مديرية المسارح والموسيقى ومديرية الثقافة والمسرح القومي بحماة، أقيمت مجموعة من الأنشطة الترفيهية للأطفال في دير القديس جاورجيوس في محردة ومركز إيواء سلحب. كانت مديرية الثقافة حاضرة من خلال الفريق الشبابي التطوعي للدعم النفسي التابع لمديرية الثقافة، هذا الفريق الذي حاول أن يقدم كل جوانب الفكر والحوار لننقل الأمان والثقة بالنفس لأطفالنا في مراكز اللواء. كل مراكز اللواء مستهدفة في المحافظة مدينة وريفا، واعتمدنا حضور مجموعة من الفرق المسرحية والألعاب لنضفي شيء من البهجة والفرح على نفوس هؤلاء الأطفال. هلأ عم نحاول نحن بتوجيهات سيدنا مطران الأبرشية سيدنا نقول أبو علبكي نقوم بكافة التقديمات بحيث ما ينقصهم شيء، والدعم النفسي كمان بمساعدة الأهالي الكرام وصاحبين الأيادي البيضاء. عدد الأسر الموجودة عندنا بالمركز 15 عائلة، 57 شخص قادمين، 13 عائلة من محافظة حلب وعائلتين من محافظة اللاذقيه، تم مباشرة بتوجيه السيد المحافظ ومحافظ حمام إيواء بمركز لواء بدير القديس جاورجيوس في محردين بالتعاون مع مطرانية روم الأرزوكس بمحردين اللي افتتحت لنا الدير وتم اعتماده كمركز إيواء. تم تلبية طلبات المباشرة، توجيه طبعا بالتنسيق مع المحافظة وغرفة العمليات جمعيات الهلال الأحمر والجوبا وجمعية العرين. الفعالية تضمنت عروضا مسرحية بعنوان بيتي بيتك وفرقة حكواتي حما في مشهدية محبتنا أمان، والعرض المسرحي الحواري كرنفال الطفولة، حيث تفاعل الأطفال الحاضرون بفرح ونشاط. علي شحود، الإخبارية السورية، حما. ما هلا وصلنا على محطتنا التالية نور، وبنعرف انه كان في حالة من الاندفاع عند الشباب والحماس من بداية 6 شباط الى اليوم لتقديم كل شيء بيقدروا يقدموه بكل المجالات، كل واحد ضمن اختصاصه، واحيانا في جمعيات كان اختصاصها مختلف، ولكن خلينا نقول غيرت نشاطها لحتى تكون داعمة ضمن هالفترة وتقدم طبعا دعم لكل المحافظات المنكوبة والمتضررة بمجالات إن كانت إغاثية أو إن كانت دعم نفسي. أكيد سلمى، يمكن من تاريخ الحادثة والكارثة الإنسانية في 6 شباط جميع المؤسسات والمبادرات والجمعيات الخيرية الموجودة على الأرض وقفت جميع نشاطاتها واتجهت البوصلة لدعم جميع أهالينا المتضررين في المحافظات المنكوبة. اليوم ضمن فقرتنا رح نتعرف سواء على الجهود اللي عم تستمر ضمن شباب متطوع جمعية مجال الحاضنة لجهود فريق كنا وسنبقى بمجال الإغاثة والدعم النفسي، كثير مهم يمكن اليوم ضمن المجال الإغاثة الدعم النفسي والمعنوي عم نركز عليه بشكل مستمر، وعم نشوف توجه كثير كبير اليوم لجميع المبادرات الإنسانية الموجودة على الأرض. نحكي عن هذا الموضوع أكثر، بنرحب بزكريا صادق عضو هيئة عامة في جمعية مجال، وديانا قضح
عضو مجلس إدارة في جمعية مجال. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. صباح النور. رح نبلش معك زكريا، خلينا نتعرف أكثر على جمعية مجال وارتباطها بكنا وسنبقى، من أمتى بدأتوا مع بعض وكيف كان هذا الاجتماع بالفترة الأخيرة طبعا ضمن الحملة اللي قمتوا فيها للإغاثة؟ تماما. هلا جمعية مجال هي جمعية أشهرت في عام 2021. ركزنا على 4 أهداف أساسية بالجمعية. أول شيء كان الهدف الرئيسي هو التأمين الرعاية للأطفال من ذوي الإعاقة عن طريق برامج خاصة لدمجهم بالمجتمع. اشتغلنا على تفعيل نشر الوعي وتفعيل القيم الاجتماعية. اشتغلنا على تأمين ظروف حياتية كريمة للأسر الأكثر هشاشة، سواء عن طريق مساعدات غذائية أو غير غذائية. والدور الأهم كان هو تفعيل دور الشباب بالمجتمع وتأمين الدعم اللازم لهم، لأنهم يعني هن المستقبل. نحن كفريق كنا وسنبقى تطوعي، لقينا وجودنا على الأرض كحالة تنظيمية بشكل جمعي هو بيعطينا كيان وميزات أكثر. فأخذنا أشرة الجمعية عام 2021، عملنا عقد احتضان بين فريق كنا وسنبقى وجمعية مجال. فينا نقول إن هن وجهين لعملة واحدة. صحيح. يعني هن مترابطين مع بعض بشكل كامل. فريق كنا وسنبقى التطوعي بالشغل على عدة مبادرات استجابة، هو نفذ أكثر من 50 مبادرة اجتماعية. بالشغل بتياب العيد، بالشغل بحلو العيد، بيعمل مطبخ برمضان، بالشغل على حملات توعية، حملات تعليمية طبية. الجمعية فجأة تشغل على برامج وأنشطة خاصة واضحة إلى أهداف وإلى نتائج. طيب رح نكمل معك زكريا بجميع النقاط الأساسية اللي حكيت عنها، بس خلينا ننتقل إليك ديانا وحكى عن مجموعة من البرامج المجتمعية عم تقوموا فيها على الأرض. والأمانة اليوم كل الشباب السوري عم يقدم مجهود كتير كبير، عمل تطوعي فعليا نعتز ونفتخر فيه. دائما بتذكر قديش فعليا بالأزمات وبالكوارث عم يكونوا إيد واحدة وعم تشتغلوا، برامج هادفة يعني دائما بتكون مدروسة بالاشتراك مع مختصين، في خطة عمل عم تقوموا فيها وفي نتائج. هي النتائج فعليا تعطيكم فينا نقول حافز للاستمرار ولا تكملوا. هلا بالنسبة للبرامج اللي عم نشتغل عليها، نحن عم نركز أكثر شيء على برنامج الدعم النفسي للأطفال. ممكن تكون برامج دعم نفسي منتظمة أو غير منتظمة. هلأ برامج دعم النفسي المنتظمة هي البرامج اللي نحن بدنا يوصل هدف للطفل، يعني شيء يستفاد منه يترك أثر فيه. برامج دعم النفسي الغير منتظمة هي يلي بمعنى الكلمة إنه لحتى تفريغ طاقات الأطفال نرسم لهم بسمة. هي عبارة عن نشاطات إما حركية أو رقصات، وبنهايته بيتوزع ألعاب وهالقصص يعني. عم نشتغل كمان على برامج توعوية بتكون عن جلسات حقوقية أو جلسات صحية. من فترة عملنا جلسات توعوية لأهالي اللي بيعانوا، اللي عندهم أطفال صعوبات التعلم، كيف يتعاملوا مع طفلهم بالبيت، كيف أصلاً يكتشفوا إنه طفلهم يعاني من صعوبة التعلم. عملنا جلسات صحية للتوعية لأمراض مثل سرطان الثدي، سرطان البروستات. يعني عم نحاول نشتغل على جميع الأشياء يعني بتحكي عن الحقوق الإنسانية. من فترة كمان عملنا برنامج 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. هذا البرنامج كان المستفيد منه مو فقط المرأة ولكن كمان الرجل والأطفال والوجهاء. كانوا 16 يوم اشتغلنا فيهم مع كل الفئات اللي قلت لك عنه. طيب يعني اليوم زكريا الجانب الإغاثي والجانب الاجتماعي أو النفسي هنا جانبين ارتبطوا ببعض خصوصا بهاي الفترة الماضية، كان لازم يكون التخطيط سريع. يمكن بالبداية كلها توجه انه نحن بدنا نقدم، حتى كنا عم نتابع صور من للفريق وهنا عم بجهزوا قوافل المساعدات طبعا الإغاثية المتنوعة. فخلينا نحكي عن تجهيزكم بهذا الفريق وهل كان في تشبيك بينكم وبين جمعيات أخرى؟ تماماً. لا رحنا مثل أي جمعية أو أي فريق، أول ما سمع بالكارثة فوراً استجبنا للحملة اللي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. فمن ثاني يوم من الكارثة انطلقنا على جبلة، انطلق قسم من الفريق على توجهنا على جبلة أول شيء، باقي الفريق ضل بالشام عم بيجهز القوافل. بلشنا بجبلة، استمرينا مدة 3 أيام بجبلة، عملنا على مساء احتياج، شفنا شوية الأشياء الأساسية. بالشام كانوا عم يجهزوا القوافل كمرحلة استجابة، بدنا نشتغل على الأشياء الأساسية. فاشتغلنا على الأمن الغذائي كحالة طارئة كسلة معلبات، واشتغلنا على حليب الأطفال اللي هو حاجة أساسية، حليب نان واحد نان اثنين.
كمان اشتغلنا انه نأمن حليب للاشخاص الكبار معهم هشاشة عظام اللي هن بحاجة حليب دائم. وانطلقت قوافل على الشام، قعدنا 3 أيام بمنطقة جبلة، شبكنا مع هني وجهنا شكل الأمانة السورية للتنمية اللي هن كانوا يعني اسم مع مسمى نعم الأمانة، هن كانوا يعني سند كثير هناك لأنه ساعدونا وشبكونا مع وصلونا للحالات المتضررة وزيارة المراكز. زرنا الحفة كمان، منطقة الحفة بريف اللاذقية، شبكنا هناك مع دائرة العلاقات المسكونية كمان مشكورين على الجهود اللي قدمونا إياها. وزرنا باللاذقية كمان رمل الجنوبي، فكمان شبكنا مع جمعية موزايك، فهي كانت مغطية المنطقة. والأهم كمان مجلس الشباب السوري اللي هو كان هناك داعم كبير لنا أو يرشدنا بكل شيء بدنا إياه، فشبكنا مع هالجمعيات لقدرنا نغطي النقص. بأول مرحلة اكتشفنا أنه هو كان النقص غذاء، من خلال الزيارات المتكررة على منطقة جبلة فشفنا أنه في كان حاجة كتير لسلة الصحية، يعني كنا رح نعاني من وباء إذا ما كان في الشامبو، تأمين الملابس الداخلية للأطفال صحيح. والرجال والنساء، فاشتغلنا على التوعية والتوعية بخصوص النظافة وأمننا لهم سلة صحية. بعدين انتقلنا على منطقة حلب وريف حلب كمان بالتشبيك مع الأمانة السورية. يعطيكم الف عافيه، واكيد جهود كبيره عم تقوموا فيها، والشباب السوري فعليا ما عم يقصر، عم يكون موجود على الارض بكل المحافظات المنكوبه. خلينا نحكي معك ديانا، الى جانب الملف الاغاثي حكينا جمعيه برامج عم تقوموا فيها وانشطه، خصوصا هلا الجانب النفسي والمعنوي، قديش في دعم نفسي ومعنوي فعليا بيحتاجوه الاشخاص المتضررين وخصوصا الاطفال؟ يعني انت اساسا لما تقدمي الدعم النفسي للعيله هو بينتقل للطفل وذلك الطفل. خلينا نحكي عن هي البرامج اللي انتقلتوا لها واشتغلتوا عليها اليوم، وفعليا قديش بتاثر بشخصيه الطفل. طبعا هلا بالنسبه للبرامج اللي اشتغلنا عليها على ارض الواقع، نحن بلشنا مع الطفل، يعني كل اهل وقت يشوفوا طفلهم نفسيته مرتاحه اكيد رح يفرحوا. بلشنا مع الاطفال من جلسات دعم نفسي ونشاطات ترفيهيه، يعني طبعا الشيء اللي عانوه كثير كان شيء كبير اذا نحن الكبار. شو هي النشاطات اللي عم تقوموا فيها؟ نشاطات ترفيهيه، من نشاطات حركيه، نشاطات رسم لحتى يطلعوا الشيء اللي جواتهم اللي يعانوا منه. كنا عم نرقصهم رقصات كثير كانوا عم يتفاعلوا. وزعنا عليهم بنهاية كل نشاط سلة صغيرة بتحتوي شيبسات والأشياء يعني اللي بيحبها الطفل. بالنسبة للأهل توجهنا بجميع المراكز اللي زرناهم بجلسات توعوية عن التحرش والإهانة اللي ممكن تصير بالإيواء. وعينا يعني كل حدا انه وقت يصير معه حالات تحرش شو لازم يعمل، وزعنا بوسترات بكل مركز زرناه موجود فيه رقم ممكن يتواصلوا معه اذا تعرضوا لاي حاله تحرش لحتى نوصلهم للجهات المعنيه. واكيد يعني اي دعم بياثر فيهم، يعني هن كثير بحاجتنا هلا. اكيد صحيح. ذكريه يعني خلال هي الفتره في كثير ناس حبت تساعد من طريق الجمعيات، انه هي تروح تقدم مساعده ماليه للجمعيات تدعمهم بعملهم اللي هن عم يتبرعوا فيه او عم بيقوموا فيه ويتطوعوا فيه. وايضا كان في عنا مشكله الاسماء المتعدده والمراكز المختلفه، وبالتالي كنا بحاجه انه يكون في ربط بينكم وبين طبعا وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل والامانه السوريه للتنميه وغيرها من الاطراف. كيف قدرتوا خلال هي الفتره كمان تنظموا هذا الجانب؟ بالبدايه كنا رحنا هون نستقبل التبرعات العينيه، ننطلق على مدينه جبله بالتعاون مع وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، هي ترشدنا هناك عند مديريه الشؤون، من قبل مدير الشؤون فهو بيقول لنا على مراكز الايواء الموجوده بالمنطقه وشو احتياجاتها. بنروح على مركز الايواء فبتكون المسؤوله عنه الامانه السوريه او مجلس الشباب السوري. يعني عم بيصير كان في تشبيك كامل واضح وسريع. عرفتي كيف؟ يعني نحن كثير متعجبين من الحاله، يعني حاله كثير ممتازه كنا فيها، هو التشبيك والتواصل المستمر والتعاون. فدائما بيكون مسؤول عن مركز الايواء مجلس الشباب السوري او الامانه السوريه، وهم بيفسحوا لنا المجال انه نقابل العائلات نشوف الاحتياجات الاساسيه. يعني باحد المراكز كان في حاجه كثير ضروريه لامسناها لحلاق، يعني كانوا الاطفال بحاجه حلاقه، شعرهم طويل او صار لهم فتره بلا حلاقه، فكمان صرنا ما استجبنا، رحنا على منطقه جبله دورنا على حلاقين جبناهم
وقلب الباحة جبنا حمام متنقل وجبنا شامبو بلشنا نحمام الأولاد ونعملوا يعني أحلاق سريعة. يعني جميل عم نحكي عن تفاصيل يمكن الناس ما بتنتبه لها قديش مهمة من خلال التشبيك معرفة يمكن الحالة والتواصل مع المتضررين على الأرض بشكل مستمر. في كتير من التفاصيل يمكن والمبادرات الجميلة اللي الناس ما بتنتبه لها أو يمكن تكون غافلة عنها. وخلينا نحكي معك، حكينا الدعم معنوي ونفسي لجميع الفئات ديانة للأطفال وللأهالي، خلينا نحكي عن برنامج صعوبات التعلم. هي جزء كتير مهم لأنه أساساً في كتير أطفال اليوم خارج مدارسهم بسبب هي الكارثة الإنسانية، فأكيد في شراكة مع هيدا البرنامج ضمن البرامج اللي عم تقوموا فيه على الأرض مع الأطفال. تمام. هلأ مشروع أطفال مجال هو مشروع لصعوبات التعلم للأطفال اللي بيعانوا من صعوبات التعلم. هلأ المشروع ما كان المستفيد منه فقط طفل، هو كان على عدة مراحل. المرحلة الأولى كان عنا تدريب لعشرين مدرس من مدارس ريف دمشق، ندربهم شو يعني صعوبة، كيف بيقدروا يكتشفوا الصعوبة الموجودة بالمدارس عندهم. التدريب الثاني استقطبنا خريجي كلية التربية، كان تدريب لعشرين مدرس لحتى نعلمهم عن طرق معالجة صعوبات التعلم، شو هي المقاييس اللي لازم يحطوها للطفل، هل رح تكون علاج فردي ولا جماعي. أما بالنسبة للمرحلة الثانية فهي كانت استقطاب الأطفال، نحن استقطبنا 60 طفل للمركز، وكانت تبلش مع المعالجات الفردية مع كل طفل أستاذ يضلوا ساعة باليوم. طبعا التدريبات كلهم كانوا بالتعاقد مع مدرب مختص، واستقطاب المدرسين كان بالتعاون مع وزارة التربية. حلو. طيب واليوم خرجنا 6 أطفال من الصعوبات. خلينا نحكي كمان اليوم مجال، وكنا سنبقى يعني رح يكون في خطة عمل أكيد بمجالات متعددة اللي كانت أصلا بيقدمها الفريق وما بعد ما صار في هالشراكة بينكم. هلأ نحن مقبلين إن شاء الله على شهر رمضان المبارك، آلية العمل كيف رح تختلف؟ بنعرف أنه أنتم بالعادة بتعملوا مطابخ كنا وسنبقى ضمن محافظة دمشق لمساعدة الناس اللي بحاجة، هلأ صار في عنا زيادة المحافظات المنكوبة، كيف رح يكون خطة العمل بهالفترة؟ يعني رح نشتغل على المطبخ المتنقل. رحنا برمضان بيطلق فريق كنا وسنبقى مبادرة قصة خبز، هي بتكون صحيح لقبة مطعم متنقل، هو مطعم بيزور 30 ريف دمشقي، كل يوم برمضان بيروح على ريف بيغطي ما يقارب من 1000 ل 2000 عائلة بأي ريف بيزوره مع نشاط للأطفال، وبنشتغل على الإفطارات جماعية. كل يوم جمعة بيكون في فطور جماعي منطقة معينة مع الأطفال. هلا الحمل أكبر يعني صحيح. في محافظات شقيقة هي بحاجة، فرحنا عم نسعى جاهدين وعم نشتغل إنه يكون في مطبخ إن شاء الله بمنطقة جبلة لنقدر نخدم أكثر. حنشتغل مبادرة عيدية اليتيم كمان، نشوف الاحتياجات الأساسية للأطفال لنرجع لهم شوي من فرحة العيد اللي هن حيفتقدوها السنة، يمكن منهم يعيد باب بيته يعيد بمكان ثاني، فنشتغل على هالحالة اللي هن عندهم نعوضهم عن النقص اللي هو موجود عندهم ورجع لهم الطقوس شوي حلو العيد يعني لأهل حلب ولأهل جبلة. يا رب ان شاء الله بنقدر نعمل هذا الشيء يا رب. صح. مع قدوم شهر رمضان المبارك يا رب نتمنى انه هي الكارثه والازمه تمر على خير وفعليا وتقدر الناس قد ما فيها تساعد، لانه قلت الحمل كبير ولازم كلياتنا اليوم نكون ايد واحده. خلينا نحكي بالختام، ضمن برامجكم فينا نقول الدعم النفسي والمعنوي والبرامج المجتمعيه حاطين خطه يعني زمنيه بالمستقبل وين مكملين ضمن رمضان؟ الموضوع كمان بيكون صعب يعني نحن بنعرف الطقوس والحاله اللي بنعيش فيها. هلا طبعا نحن حنستمر بجلسات الدعم النفسي في جميع المراكز، وحنحاول يعني نكون بين جبله وحلب واللاذقيه يعني لحتى نغطي الكل، وبنفس الوقت مثل ما قال زكريا بعيدية اليتيم حنكون بالشام وبجبله وبلاذقيه وبحلب. يعطيكم الف عافيه، شكرا لوجودكم، واكيد بدنا نوصل تحيتنا لكل اعضاء الفريق ونقول لكم يعطيكم عافيه وين ما كنتوا بالشام باللاذقيه او بحلب. شكرا لكم، يعطيكم العافيه وتحيتنا لكل الفريق اللي معكم، جهود كبيره عم تقوموا فيها، واكيد تحيه لكل الشباب السوري المتطوع الموجود على الارض عم يحاول يقدم المساعده ضمن امكانياته اللي بيقدر عليها. هو فعلا هو شعب يعني الشباب السوري بالازمه يعني عن جد بكبر القلب، يعني هو قلب واحد يجونا الشباب انه بدكم مساعده بدكم فزعه بدكم نطلع معكم، فهو عن جد شباب بكبر القلب، فكمان تحيه كثير لهم. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا لك.
لهون سلمى بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، والتقانا بكرة على شاشة الإخبارية لنتوقف على أهم محطات رحلتنا الصباحية خلال هالأسبوع. مثل ما بلشنا رحلتنا الصباحية بنختمها بأمنيات أنه نهار يحملكم الخير وراحة البال والرزق والرضا وشوية أمل، يا رب أنه بكرة أحلى. مرينا بظروف اقتصادية معيشية قاسية، 10 سنوات من الحرب ومؤخرا الكارثة الإنسانية اللي وجعها كتير كبير، بس يا رب فعليا مثل ما عم نشوف في أيادي خير كتير كبيرة، الشباب السوري موجود على الأرض وبيكبر القلب تمر هاي الأزمة على خير وترجع بلدنا أحلى وأحلى. أكيد نور، دائما نتمنى الخير لسوريا ونتمنى الخير لكل يلي عم بيتابعنا. طبعا هذا الشهر شهر الربيع، شهر الخير، الأرض دائما بتعطينا كتير من قوتها وطاقتها من خلال الشمس اللي بتشرق، وأكيد من خلال هذا الجو. من مبارح كان عيد المرأة، وهلأ هذا الشهر رح يزف كمان شهر رمضان المبارك وعيد الأم، أعياد كتيرة بتعطينا هيك طاقة. بنتمنى الخير والسلامة لأمنا سوريا، لكل أمهاتنا أكيد تضلوا بألف خير. باي باي. باي باي.